الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم مشاهدينا الأعزاء، نجدد اللقاء ونجدد التحية على بركة الله تعالى. أعلنت انطلاقة الشوط التاسع المخصص لسن الإذاع الأبكار المحليات الأصايل، وجائزة هذا الشوط سيارة للمركز الأول، وبقية المراكز جوائز نقدية على بركة الله تعالى. أعلنت الانطلاقة 6 كيلومتر خصص إلى هذا السن في هذا المهرجان، مهرجان سيدي الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه. أذهب إلى الصدارة، أذهب إلى مقدمة هذا الشوط سراب من تعلن تواجدها على قيادة هذا الشوط علي بن سالم بن علي البريص المري مقدم لنا سراب. بينما المركز الثاني تصل الذيبة لحمد بن محمد بن حمد بن يروان النيادي مقدم لنا الذيبة على المركز الثاني. بينما الوصول على المركز الثالث الشاهنية محسن بن عبيد بن راشد الفهيدة المري من ياتي بالشاهنية على المركز الثالث. والمركز الرابع بن صوغان لناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيالي مقدم لنا بن صوغان على المركز الرابع. المركز الخامس تصل الشاهنية سلطان بن سعيد بن مصبح النعيمي من يقدم لنا الشاهنية على المركز الرابع. المركز الخامس الحروق لسعادة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي. الدور دور المركز السادس الوصول من العزر على سادسي المراكز علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري مقدم لنا العزرة على المركز السادس. بينما المركز السابع الوصول في هذه اللحظات على سابع المراكز الشاهنية عامر بن علي بن عامر الفهيده المري مقدم لنا الشاهنية على المركز السابع. المركز الثامن تتقتلل بهذه اللحظات الذاير مبارك بن خادم بن حارب الخيلي مقدم لنا الذاير على المركز الثامن. بينما الوصول على المركز التاسع يا سلام المركز التاسع هناك الطيارة حمد بن سهيل بن محنى بن سهيل العامري مقدم لنا الطيار على تاسعي المراكز. والمركز العاشر وجولتنا الأولى إلى المركز العاشر هناك ذخيرة حمد بن هدي بن دميثان الشامسي مقدم لنا ذخيرة. هكذا أعزائي المشاهدين كان ندائنا الأول إلى العشر المراكز الأولى المتقدمة والمسيرة تسير والتغيرات على قيادة هذا الشوط الشاهنية من تعلن تواجدها على قيادة هذا الشوط محسن بن عبيد بن راشد لفهيده المري من يطلق عنان الشاهنية على المركز الأول. بينما المركز الثاني هناك من الجنب الثاني يا سلام الذيبة حمد بن محمد بن حمد بن يروان النيادي من يطلق عنان الذيبة على المركز الثاني. ولكن اللي غيرت على المركز الثاني هناك الوصول من ذخيرة حمد بن هدي بن دميثان الشامسي مقدم لنا ذخيرة وتحتل المركز الثاني. بينما الوصول على المركز الثالث العزرة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري من يقدم لنا العزرة على المركز الثالث. والمركز الرابع الشاهنية سلطان بن سعيد بن مصبح النعيمي مطلق عنان الشاهنية على المركز الرابع. المركز الخامس يا سلام يا سلام المركز الخامس الوصول على المركز الخامس هناك الوصول يا سلام هنا التحدي من الذيبة حمد بن محمد بن حمد بن يروان النيادي مقدم لنا الذيبة على المركز الخامس. والمركز السادس تصل الحروق وصلت الحروق لسعادة محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي من يطلق عنانا الحروق على المركز الخامس. والمركز السادس يا الله يا سلام وصلوا هل الطلايب وصلوا هل الطلايب هناك شعارات وأسامي محان موعدها إلى الإذاعة الرسمية ولكن ترقبوا المفاجآت. أعود إلى الصدارة أعود إلى ذخيرة 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 هي من تعلن تواجدها وتقود المسيرة. ما شاء الله حمد بن هدي بن ميثان الشامسي مقدم لنا
ذخيرة على المركز الأول، بينما الوصول من الشانية بحسن بن عبيد بن راشد بفهده المري يطلق عنانة أيضا هنا الشانية على المركز الثاني، ولكن اللي واصله الله، يا سلام يا سلام يا سلام، مخيفة مخيفة أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي مقدم لنا مخيفة، ولكن التسلل من الجنب الثاني، الله يا سلام يا سلام، شعار النصر يقترب، الشعار الله، يا سلام يا هي التحديات يا هي قوة، وصلت يا سلام المايدية، أحمد بن علي بن محمد بن عواد النعيمي مقدم لنا المايدية على المركز الثالث، والمركز الرابع الذيبة ناصر بن بخيت بن حوير بن منصوري، يلا يا المنصوري المحاولة الأخيرة، والمركز الخامس أرصد للمركز الخامس، الله يا سلام يا سلام يا سلام، المركز الخامس وهيلة سعيد بن خليفة بن سالمين الحميري مقدم لنا وهيلة، ولكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، يا الله يا سلام يا تحديات، مخيفة أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي وقدم لنا مخيفة، هذا الاسم الذي صاله وجال مع هذا الشعار، ولكن المركز الثاني، المركز الثاني ذخيرة حمد بن هدية بن ثيمانة الشامسي مقدم لنا، ولكن التغيرات الله، يا الذيبة وصلت الذيبة على المركز الثاني، ناصر بن بخيت بن حوير بن منصوري مقدم لنا الذيبة على المركز الثاني، والمركز الثالث ذخيرة حمد بن هدي الشامسي، يا سلام، ولكن اللي غير الدمعة أول إذاعة لدمعة ما يبنى لها طارية بالمرخان، محمد بن جعفر بن مرخان الشتبي مقدم لنا دمعة أول إذاعة لدمعة، خلاص الأمتار الأخيرة، الكيلو الأخير، الكيلو الصراع، ولكن المخيفة مخيفة يا بن غنام يا المزروعي، أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي من يطلق عنان، مخيفة السيارة في الانتظار، السويت يلمع، الله يا سلام، ولكن ارصد 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 اللي قادمه، الله يا سلام، الله يا عنايد، علي بن الصغير بن محمد المنصوري مقدم لنا عنايد على المركز الثاني والمركز الثالث، هناك دمعة محمد بن جعفر بن مرخان الجدبي مقدم لنا دمعة، ولكن أعود أعود إلى الصدارة، أعود إلى مقدمة هذا الشوط، مخيفة أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي بن غنام، أغنم هاي السيارة بالانتظار يا المزروعي، الله الله الله، ولكن خلاص قفل الشوط، قفل الشوط على مخيفة، بينما الملاحقة من عنايد علي بن صغير بن محمد المنصوري مقدم لنا عنايد، ولكن خلاص السلام حاير، السلام وين؟ سلام يا الوذبة، سلام سلام عليكم يا آلي الوذبة، واسعد الله صباحكم، أحمد بن غنام، أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي من يطلق عنان مخيفة وتخطف السيارة من ميدان التلة إلى ميدان الوذبة، المركز الثاني كان من نصيب عنايد علي بن صغير بن محمد المنصوري، المركز الثالث الوصول أيضا من العزرة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، المركز الثالث اللي هي الطيارة حمد بن سهيل بن محنى بن سهيل العامري، والمركز الرابع كان الوصول من دمعة محمد بن جعفر المرخان ليشتبي، والمركز الخامس الشاهنية سلطان بن سعيد بن مصبح النعيمي. هكذا أعزائي المشاهدين كانت انطلاقة الشوط التاسع، ولكن بن غنام هو من يقتنص السيارة ويذهب على أيضا بالسيارة إلى أهالي الوثبة، تحية واحترام هكذا أعزائي المشاهدين كانت انطلاقتي هذا الشوط، ولكن استطاعت مخيفة أن تخطف السيارة وتهدي أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي وقاطعت المسافة في زمن وقدر 9 دقائق و26 وجزئين من الثانية، تهانينا إلى مالك مخيفة أحمد بن عبيد بن غنام المزروعي، المركز الثاني المركز الثاني كان من نصيب عنايد علي بن صغير محمد المنصوري، قاطعت المسافة في 9 دقائق 27 و3 أجزاء من الثاني، تهانينا والف مبروك، المركز الثالث كان من نصيب هي متعمل رقم 48 هي شاني أحمد، التوقيت الزمني 9 دقائق و30
وست أجزاء من اثنين. تهانينا إلى الجميع. الطيار لحمد بسهيل، تهانينا إلى الجميع والف مبروك.